وقعت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم الجمعة على طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج. في المقابل أدان الموقع الخطوة البريطانية وأعلن أنه سيستأنف القرار، وقال ناطق باسم الداخلية إن الوزيرة وقعت أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواعي تمنع صدوره، مشيرة إلى أن لدى أسانج مهلة 14 يوما لاستئناف القرار. بدوره استنكر موقع ويكيليكس اليوم توقيع قرار التسليم للولايات المتحدة، معتبرا أنه يوم مظلم لحرية الصحافة وللديمقراطية البريطانية. وكتب الموقع في تغريدة على تويتر: وافقت وزيرة الداخلية البريطانية على تسليم ناشر ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة رغم أنه قد يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما. وفي أبريل نيسان الماضي وافق القضاء البريطاني على تسليم أسانج إلى واشنطن التي تلاحق به تهمة التجسس وتسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية من السجلات العسكرية الأمريكية.